بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشرفين جدد نقول لكم مرحبا بكم متابعيني، نقول لكم دمتم أوفياء القناة. إن شاء الله فيديو اليوم نلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا للنهار اليوم طبق صيفي خفيف، راح ندير لكم بيري بالكوتليت بوصفة وطريقة سهلة. نبدأ مباشرة في المقادير. نحتاج أول حاجة كمية من البطاطا على حساب أفراد العائلة نتاعكم، نقطعها قطع صغيرة كما راكم تشوفوا ونحطها طيب على البخار. من جهة ثانية نحتاج كمية من الكوتليت كيف كيف على حساب أفراد العائلة نتاعكم، نغسلوهم وننظفوهم. نحتاج زوج حبات بصل متوسطين وراس ثوم، رايحين نقطعهم كامل بقطع أو شرائح على هذا الشكل. نجيبو طنجرة نحطو فيها كمية قليلة من السمن، ما تكثروش، ونحط فيها كذلك شرائح البصل والثوم اللي كنا حضرناهم او وجدناهم، ونحط القطع نتاع الكوتليت ونبدا نضيفه في البهارات. نحتاج اول حاجه الملح وكميه من الكزبر والكرويه، يعني كميه مليحه، ملعقه مليحه. ونحتاج كذلك كميه قليله من الكمون الاخضر، ونحتاج فلفل عكري او فلفل حار مخلط مع فلفل بارد. نخلطهم كامل مع بعض ونحطهم على نار تكون خفيفه حتى يعني يتقلوا مع بعض، او هذيك المكونات كامل تندمج مع بعضها وتتشرب اللحم هذا كيتشرب هذيك المكونات او التتبيله على نار خفيفه، ودائما نحركه. بعد ذلك راح نضيف لها 3 ورقات من الرند، ونضيف كذلك قليل من الفلفل الأسود. ونحتاج كذلك نصف كأس من الماء، يعني راح نديره كمية صغيرة فقط من الماء. هتتقلى جيدا بالتقريب 10 دقائق. بعد ذلك نغلق عليها ونخلوها تطيب، ودائما على نار خفيفة. نعاود ونأكد على نار خفيفة لأنه الكمية نتاع الماء راهي غير شوية. وهنا بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا اللحم راهو طاب زبدة، نحوه بجيه وحده، ولاصوص رايحين نصفه هكذا. الطبق هذا نتاع اليوم راهو ثم يطيب، يعني التحضير نتاعو نصف ساعة تكون الطبق نتاعكم راهو حاضر وواجد، يعني سهل وسريع. وهذه هي لاصوص راهي حاضرة معنا، وكما راكم تشوفوا راهي كمية قليلة. نجول الآن للبطاطا بعد ما طابت. نفرغوها في صحن يكون واسع ونبدأو نهرسوها هكذا. تقدروا ديروا الخلاط، تقدروا ديروا الباتر، انا الباتر راح نستعمله من بعد هكذا. وهي ساخنه هرسوها. نزيدوا نضيفوا لها كميه من الجبن كيما تحبوا، اذا عندكم جبن مبشور تقدروا تضيفوا، اذا عندكم جبن قطع كيف كيف تقدروا تضيفوا لها. ونحتاجوا كذلك قليل من لا كريم فريش بالتقريب 3 ملاعق اكل، ونزيدو كيف كيف نخلطوها وفي نفس الوقت نهرسوها مع بعض. نحتاج كذلك ملعقتين من الحليب بودرة، وملعقتين من لاصوص اللي كنا طيبنا فيها الكوتليت هكذا باش تجيكم لابيغي بنينة وتجي فيها البنة نتاع لاصوص نتاع اللحم، وراح تعطي اكيد ذوق هايل في لابيغي. جربوها بهذه الطريقة ودرك تشوفوا النتيجة، وخلوا لي رأيكم في التعليقات. وفي الاخير خلاص ذوقوا لابيغي نتاعكم. اذا جاتكم ناقصه ملح، انا هنايا جاتني شويه ناقصه ملح، جبت كميه من الحليب وضفت لها القليل من الملح وخلطتها بهذا الشكل. هنا في هذه المرحله استعملت الخلاط الكهربائي، هكذا تتخلط المكونات كامل مع بعض. وفي الاخير خلاص ضفت لها ملعقه زبده، ودرك نوري لكم القوام نتاعها النهائي. هذا هو القوام نتاعها، شوفوا كيف تجي ثقيله البنه، ما نحكي لكمش جات بنينه ياسر ياسر.
بعد ذلك نحطها في صحن التقديم ونحط عليها الكمية نتاع الكوتليت. بعد ما طاب كما راكم تشوفوا راهو طايب زبدة شجاع هايل، نحطوه فوق لابوري ونزيدو نضيفو عليه شوية لاصوص من فوق هكذا. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفة سهلة وخفيفة وصيفية بامتياز، والأهم من هذا كامل أنها بنينة ياسر ياسر. وكنت درت معكم سابقا فيديو آخر للكوتليت بطريقة أخرى مغايرة تماما، نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف تقدروا تدخلوا وتشوفوا الطريقة. لحقنا لنهاية الفيديو، وإذا عجبكم فيديو اليوم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبارتاجوا لتعم الفائدة، والسلام عليكم.